مرحبا بكم في حلقة اليوم من كشك الصحافة ونطالع فيها. من على صعيد عرفات، حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه بعد 3 سنوات على القضية. الحوثي يمنع الموظفين من استلام مرتباتهم المرسلة من الحكومة الشرعية. في جولتنا الرياضية، محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. واحد من أكثر الأخبار تداولا عنوانا له موقع عدن الغد بالقول: من على صعيد عرفات، حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه بعد 3 سنوات على القضية. وأعلن حاج يمني العفو عن قاتل ابنه على صعيد جبل عرفات حيث يؤدي فريضة الحج. وقال الحاج هادي الشبيري 51 عاما إنه عفى عن قاتل ابنه بعد قرابة 3 سنوات على القضية. وقد قتل ابنه على يد أحد أصدقائه في خلاف وقع قبل سنوات، وبقيت القضية معلقة حتى أعلن الشبيري العفو من مكة. وأضاف الشبيري أنه سجل وثيقة العفو في محكمة سعودية بمعية زوجته وبحضور 5 شهود من أبناء المنطقة، وأشار أنه عفى عن قاتل ابنه ابتغاء لرضا الله عز وجل في صعيد عرفات وفي هذه الأيام المباركة. والشبيري أب ل4 بنات، إضافة لولدين، أحدهما القتيل في هذه القضية والآخر قتل في مواجهات مع الحوثيين في مأرب مطلع العام 2016. جيل الحرب، الجيل الميت مقدما. تحت هذا العنوان كتب عمار الأشول مقاله المنشور في موقع التغيير نت، مضيفا: في هذا البلد المنسي يخلق الطفل محاربا، وإذا نجا من هذه الصفة صدفة وحاول أن يحيا حياة مدنية مستقرة ومسالمة يأتيه مرجام الغيب من حيث لا يعلم. وبالعودة إلى صفة الحرب والقتال المصاحبة لأطفال اليمن، فهي لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بدرجة رئيسية من رحم الجهل. فالأطفال باتوا يرضعون الجهل بدلا من حليب أمهاتهم بعدما جف الحليب نتيجة الفقر والقهر، ليتحولوا بعد ذلك إلى بنادق وبيادق تهرول إلى الخواء من دون أن يتسأل لما وما السبب. فالفقر يولد الجهل، والأخير يولد أطفالا بلا طفولة. أعظم غايتهم أن يمتلكوا خنجرا وبندقية، قبل ذلك ماكرا يشبع غرورهم ويرضي طيشهم فيقتلون في سبيله ولا يبالون. هكذا قدر للطفل اليمني أن يولد في بلد يستقطب الحروب بدلا عن الفرص، ويتخذ من الشوك ورودا ومن الصراعات فسحة للأمل. يكافح البطالة بالنار والموت ويسد الفراغ بدخان الحرائق. بلد تشتعل فيه أكثر من 50 جبهة قودها الأطفال، ويتعرض لحرب يخوضها ضده تحالف جل ضحاياه من الأطفال. سوق السلاح في هذا البلد هو المزدهر، أكثر منه ازدهار سوق حامل السلاح خاصة من الأطفال. أما أمراء الحرب فهم فيه أكثر بكثير من دعاة الإنسانية ورسل السلام. حول مدرهة في صنعاء القديمة، يلتف مئات اليمنيين للمشاركة في تقليد شعبي متوارث ومرتبط بالركن الأعظم من الإسلام، راجين السلامة لحجاج بيت الله الحرام. هذا المشهد يتكرر سنويا في صنعاء ومحافظات أخرى منذ سنوات طويلة، لكن طقوس هذا العام لمدرهة الحج التي بدأ نصبها منذ أيام أخذت طابعا غلب عليه البعد السياسي. وعنوان موقع المصدر أونلاين: مدرهة الحج باليمن، تأرجح بين السياسة والموروث الديني. المدرهة من أشهر العادات والتقاليد اليمنية المرتبطة بموسم الحج، ويتم نصبها في الحدائق العامة والمنتزهات وأحواش المنازل والبساتين المنتشرة في العاصمة صنعاء، وفقا للتقرير الذي نشرته أولا الأناضول. لكن التقليد الذي ارتبط بالموروث وظف هذا الموسم سياسيا، ما تسبب بعزوف قطاع كبير من اليمنيين عن المشاركة في فعاليته. وقال أحد المشاركين: الحرب لم تمنع اليمنيين من إحياء هذا الموروث الشعبي، خصوصا أن تلك العادة مرتبطة بذكريات الطفولة والفرح والأمنيات للحجاج بالعودة من الحج بالسلامة. التجويع بوصفه سلاحا حوثيا، تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في مأرب بريس، مضيفا: ترفض ميليشيات الحوثي تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب السنتين رغم قدرتها على ذلك، لا سيما أن تقارير اقتصادية تؤكد أن الحوثيين يحصلون سنويا على 400 مليار ريال تقريبا من المؤسسات الإرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبحسب خبير اقتصادي يمني، فإن الحوثيين لا يسلمون رواتب الموظفين رغم قدرتهم على دفع نصف راتب شهريا للموظفين وبشكل منتظم. تحرم الميليشيا الحوثية الموظفين من رواتبهم، لكنها في المقابل فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار وحيد
لكل من فقد مصدر دخله، فالموظف الحكومي الذي لم يتسلم راتبه اضطر للقتال مع الحوثيين ليحصل على مبلغ شهري يساعده على العيش، والمدرس كذلك، والطالب في المدرسة والجامعة سيفعل الأمر ذاته عندما يغيب المعلم وتتعطل عملية التعليم جراء عدم تسليم مرتبات المدرسين. قبل أسابيع سألت جريحا أصيب وهو يقاتل إلى جانب الحوثيين عن سبب مشاركته في الحرب، فقد عرفته ليس حوثيا، أجاب: نحن بلا مرتبات منذ سنتين، هل نموت؟ لم يكن أمامي إلا أن أخرج أنا والنساء للتسول أو اللحاق بالجبهات من أجل 30,000 ريال في الشهر، نحو 60 دولار أمريكي، والسلال الغذائية تقدم لأسرتي بين الوقت والآخر. ومن المهم الإشارة إلى أن دعم الجبهات بالمقاتلين والإثراء المتسارع للقيادات الأمنية والتنظيمية الحوثية ليست الأهداف الوحيدة من وراء نهب أموال اليمنيين وعدم تسليم مرتباتهم، فعملية الإفقار والتجويع المتعمدة وسيلة يستخدمها الحوثيون لمحاولة تثبيت سيطرتهم والتسليم بهم كأمر واقع. ضحكة ممزوجة بالقهر يتشاركها النازحون من محافظة الحديدة في مخيم مترامي الأطراف على محافظة عدن، يتقاسمون الهموم التي حرمتهم من التفكير في أي نوع من الفرح. ويعنون موقع الصحوانات: أوجاع نازحي الحديدة، الطفل رباب، ليس لدينا ملابس عيد ونريد العودة إلى بيوتنا. وقال الموقع أنه في مخيم تعلوه الطرابيل الزرقاء وأكوام الحجارة سخر أبو عبد الله التهامي من السؤال قائلاً: عن أي احتفال تتحدث؟ لم نعد نحتفل بأي مناسبات، الأضحى والفطر يقتصران على صلاة العيد والدعاء بأن يفرج الله كربنا ويعيدنا إلى منازلنا. نحن من مكان إلى مكان بلا طعام ولا ماء ولا دفء، ولا أحد يهتم لأمرنا وكأننا أموات. ويقول عمر باقية من منطقة الدريهمي للصحوانات: إن العائلات النازحة من الحديدة لا يخطر ببالها الاحتفال بأي مناسبة، هذا لا يحدث لأسباب عديدة، أبسطها أن الناس لا تجد ما تأكله فضلا عن تدهور أوضاعهم الإنسانية بشكل يومي. ويسخر محمد السبا قائلا: النازحون في المخيم مشغولون بإصلاح خيامهم حتى لا يتسرب المطر أو الهواء البارد إليها، ومشغولون بتأمين وجبة طعام وقليل من الماء للشرب، ولا يعنيهم قدوم أي عيد. لم يشفع لهم وضعهم الاقتصادي الصعب ولا متطلبات العيد أمام الميليشيات الحوثية التي منعت الموظفين من الحصول على حقوقهم وأوقفت رواتبهم، ووصل بها الحال إلى ما بعد ذلك. ووفقا لموقع مال بريس، الحوثي يمنع الموظفين من استلام مرتباتهم المرسلة من الحكومة الشرعية. وقال مسؤول محلي إن الحوثيين منعوا الموظفين في محافظة الحديدة من استلام مرتباتهم المرسلة من الشرعية، وأقدمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية على منع مصرف الكريمي من استكمال صرف مرتبات الموظفين بمحافظة الحديدة بعد البدء فيها بحجة أن تلك الأموال من الحكومة الشرعية. وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي إن ميليشيات الحوثي والسلطة المحلية الإنقلابية منعت مصرف الكريمي من صرف مرتبات الموظفين القادمة من الحكومة الشرعية لمديريات المدينة. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول العرب الجديد إن اليمنيين يحاولون التمسك ببهجة العيد رغم ما يتعرضون له، وعنونت الصحيفة: عيد الأضحى يسعد اليمنيين رغم الحرب والفقر والأمراض. وقالت الصحيفة إن اليمنيين يحاولون التمسك بمظاهر العيد رغم الحرب والفقر والحصار، ويسعى غالبيتهم لتوفير احتياجات العيد رغم الغلاء. يقول أحد المواطنين للعرب الجديد إن الغالبية يحرصون على أداء صلاة العيد، وبعد ذلك تأتي عادات ذبح الأضحية التي تختلف من منطقة لأخرى. ويضيف: في بعض المناطق يقوم السكان بعد الصلاة بتجميع الأضاحي في مكان محدد لذبحها، وفي مناطق أخرى يقوم الأهالي بالطواف بالمواشي في الطرقات بعد تزيينها قبل أن يجتمعوا في السوق المركزي لذبحها وتوزيعها. ويقول أحد بائعي الحلوى إن عادات أهل اليمن في العيد تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن لا يكاد يخلو أي بيت من الزبيب واللوز وغيرهما من أنواع المكسرات التي يتم تقديمها للزائرين. يشكل العيد فرحة خاصة للأطفال. ويقول مواطن يمني للعرب الجديد إن الرجال يذهبون لزيارة الأقارب ومنح الأطفال والنساء العادية والتي تسمى محليا العسب، مما يزيد من فرحة الأطفال الذين ينتشرون في الشوارع ابتهاجا بالعيد.
الحنين إلى سايكس بيكو. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور ما قاله المنشور في الخليج مضيفا: لأكثر من 70 أو 80 عاما والعرب يعلقون الإخفاق في تحقيق الوحدة على مجلس سايكس بيكو، لكنهم حين احتفلوا بمئويتها كانوا قد ابتكروا من داخلهم وليس من داخل فرنسا وإنجلترا أسبابا حقيقية لذلك الإخفاق، وأصبح الاقتراب والتباعد منجزا عربيا لا دخل للآخرين به، لأن ما يبدو استثنائيا يتحول بمرور الوقت إلى قاعدة. ومن كانوا يحذرون من تشظي العالم العربي لم يخطر ببالهم أنهم سوف يبكون على أطلال الأوضاع القديمة، لأن الواقع تجاوز التشظي إلى تذرر وإعادة تقسيم المقسم. بالطبع هناك دراسات استشراقية منها ما تنتجه مراكز الأبحاث في الغرب قدمت تحليلات لتغليب الهويات الفرعية على الهوية القومية، لكنها لم تأخذ بالاعتبار الدور التشجيعي الذي لعبته الدول التي تنتمي إليها لمزيد من هواجس الانفصال. وسيكون من الظلم وجافات الحقيقة الادعاء بأن للعرب سيكولوجية خاصة فرضتها بيئتهم وخصائصهم، لأن هذا الحكم يفترض أن لكل شعب طبيعة خاصة، وهذا غير صحيح، والاقتناع به يكرس نظريات عنصرية. إن للبشر طبيعة واحدة يغيرها التاريخ والظروف، والدول الكبرى التي تصنف في خانة الأكثر تقدما مرت بالأطوار كلها بدءا الرعوي حتى الصناعي مرورا بالزراعي، ولكل طور من هذه الأطوار سياقات ثقافية وأعراف اجتماعية لا يصح لأحد أن ينتزع من سياقها ويحكم عليها حكما مطلقا غير قابل للاستئناف. فهل يحن عرب هذا القرن لسايكس بيكو الذي طالما لعنوه لأنه لم يقسمهم كما قسموا أنفسهم؟ نطالع في صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا لتوني باربر بعنوان: أوروبا تخاطر بفشلها في ملف الهجرة. وقال كاتب المقال إن هناك سؤالا يتعلق بالمهاجرين في أوروبا وهو يشكل أزمة، وأردف أنه إذا ما تم قياس تأثير المهاجرين على السياسة الأوروبية فهناك أزمة حقيقية وليس هناك أمل في حل قريب. وأضاف أنه أن تأثير الأزمة ينعكس على مكانة الإسلام في أوروبا ودعم الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، موضحا أن أزمة المهاجرين غذت انعدام الثقة بين حكومة الدول الأوروبية الغربية ومجتمعاتها وبعض الدول في أوروبا الشرقية. وأوضح أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ الأول من يناير الماضي حتى 12 أغسطس الجاري بلغ نحو 60,000 مهاجر، مقارنة بنحو 120,000 مهاجر وصلوا إلى أوروبا بنفس الوقت من العام الماضي. وختم بالقول إن أزمة المهاجرين تقيد أي جهود لإجراء إصلاحات الاتحاد الأوروبي وأي مجالات لدعمه. ورياضيا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وتضم أبرز نجوم أوروبا، حيث عنونت شبكة البي بي سي محمد صلاح ورونالدو ومودريتش في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا. ووفقا للبي بي سي فقد سجل صلاح 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي وساعد النادي الإنجليزي على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. أما رونالدو الذي فاز بالجائزة العام الماضي فساعد ريال مدريد على الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وحصل على لقب هداف المسابقة ب 15 هدف. ويعد اللاعب البرتغالي مودريتش الذي فاز بهذه الجائزة 3 مرات من قبل هو اللاعب الوحيد الذي تواجد في القائمة النهائية للمرشحين كل عام منذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 2011. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن الفائز بهذه الجائزة خلال قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا في 30 أغسطس الجاري. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه دانيال ديودني وترجمه علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد، نعيد نشر الجزء الأول تفاؤلا حول مستقبل الليبرالية في العالم، حيث يعود الحديث عن نظم الحكم إلى الواجهة وتنقسم الآراء بين مؤيد ومعارض لنظم الحكم الحديث. ترتكز قضية التفاؤل بشأن الليبرالية على حقيقة بسيطة، أن الحلول لمشاكل اليوم هي المزيد من الديمقراطية الليبرالية والمزيد من النظام الليبرالي. فالليبرالية فريدة بين النظريات الرئيسية للعلاقات الدولية في رؤيتها المتلونة والمرنة للاعتمادية المتبادلة والتعاون، وهي خصائص العالم الحديث التي ستصبح أكثر قوة فقط بينما يتكشف القرن. وعبر مسار التاريخ كان التطور والأزمات والتغير المضطرب هي القاعدة، والسبب الذي جعل الليبرالية تبلي حسنا على هذا النحو هو أن طرقها في الحياة ماهرة في ركوب العواصف المضطربة للتغير التاريخي.
لم يكن التأثير التراكمي لخطاب ترامب المتعصب للمحلية وسياساته الخطيرة هو الإطاحة بالنظام، وإنما تحفيز التعديل في داخله. ذات مرة قارن فيشر آمس النائب عن ولاية ماساتشوستس في الكونغرس الأمريكي الأول النظم الاستبدادية بالسفينة التجارية التي تبحر بشكل جيد لكنها تصطدم في بعض الأحيان بصخرة وتذهب إلى القاع. أما الجمهورية كما قال فهي طوف عائم والذي لا يمكن أن يغرق أبدا، لكن قدميك تكونان دائما في الماء. وسوف يسود النظام الليبرالي وديمقراطيته، لأن السفينة الفخمة لللاليبرالية يمكن أن تجنح بسهولة في الأوقات المضطربة، في حين أن طوف الليبرالية المرن سوف يمضي ولو بطيئا ومتثاقلا إلى الأمام. أبرز أحداث الأسبوع كما وثقتها عدسات مصورو صحيفة الغارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة. وبدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابعها في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، كل عام وأنتم بألف خير.